ابو تركي صالح الهوله. نعم طال عمرك. نبي نسمع وش عندك الله يطول عمرك. والله عندي هجينيه مطوله بشيوخ عنزه، لان على الشباب الجديد هذا ما اكثرهم ما يعرف شيوخ عنزه ولا يدري، لكن انا عديتهم الشيوخ الكبار بفروسيتهم وذترهم عديتهم. عشت. نعم. يقول تاريخنا بالعرب مخبور، ما صاهر لي معادينا سد جد لنا مذكور، ويل على العز بانينا عصور فاتت ثلاثة عصور وحنا على سلم ماضينا، ولن شيخ لي ما هو مسطور شيوخنا تفتخر فينا، نذكر شيوخ مضى له دور بوايل ما اكثر دواهينا، عقاب وبرجس احمات الخور وجديع ومشعان صافينا، وحسن يا درهم المظهور تلقاه بسيف هبتالينا، وساجر لي صار فوق الكور يصب حليم قيمينا، وراكان يصب حفجوج النور سوح على لي معيينا، ومقحم لي عارض الطابور الترك واللي موالينا، وفرحانا ليدا وفي شبور خزام تلفيل ساطينا، وجدع الملح صليب الشور ذباح ناس مغلينا، وشعلان تاقف ورا المقهور على النواميس ماشينا، ومحارب روس الدول مشهور تراه عز البني خينا، محمد دوخي ما هو مقصور دون الدخيلين حامينا، لأن اثنين دخلوا عليه وفكهم، ومحمد دوخي ما هو مقصور دون الدخيلين حامينا، وحنا من دون الدخيل حضور عقاب، وحنا انفادينا السعيرة موقف منظور تشهد عليها عزاوينا، أمجادنا نور يتلي نور ولا حد يوقف خطوينا، أمجادنا نور يتلي نور ولا حد يوقف خطوينا، فرسان وايل الوايل سور ما ظن رع العد يحصينا، دهات العرب تسان صار الجور بس خو جحله يكفينا، والناس ما هي اسقاط البور حقوقهم دوم عاصينا، قليل تلقى بهم مثبور قاسين بالحيل قاسينا، قبائل انساسها معمور عدنان وقحطان سامينا، ولاني على مدحهم مجبور لكن قول الحق يرضينا. سلامتكم. صح لسانك شاعرنا صالح الهوله ابو تركي.